باسم هادي أبو عمار. الشيخ أبو أحمد شيخ عشرة العكاشي بالتميم. أنا رعد سلمان حسن. أنا رجل تدريس ومدرس. موظف بأمانة بغداد. أعمال حرة. كل من استشهد مع الإمام الحسين هو له خصوصية معينة، لكن مثلا حضرتك تذكر شخصية الإمام علي الأكبر عليه السلام له خصوصية خاصة كونه مثلا شارك في هذه المعركة رغم صغر سنه، ليس صحيحا، وضحى بنفسه وحياته، وكذلك باقي أهل بيته الكرام. دائما الأولاد هم فلذة كبد الأبهات. اليوم الابن أعز ما يكون على الأب، واليوم أنا أقدم ابني، يعني أنا قدمت كل ما عندي وأفضل ما عندي هو أولادي. يوم الإنسان مو سهل عليه من يشوف ابنه داز المعركة ويعرف الأب أن هو ابنه مقتول. يكفي فخار هو شبيه الرسول، يكفي فخار أنه ضحى قبل أبوه، يعني قبل الإمام الحسين سلام الله عليه. فهاي شخصية فذة إحنا نقتدي بيها ونتأثر بيها وننقل مآثرها لأولادنا. الإمام الحسين مثل جده رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما أرسل الله للناس كافة، فرسالة الإمام الحسين رسالة حق أمام ظلم، رسالة كلمة أمام جور، رسالة تثبيت موقف قدام ظالم. فنقال سلام الله عليه من مثلي لا يبايع مثلك. فهاي رسالة على مر التاريخ السابق والحاضر واللاحق. قدم له كل شيء غالي والنفيس، لأن هو أصلاً طالع من أجل قضية، يعني ماك واحد غير بس الروح اللي عنده ينطيها في سبيل إمامه ونصرة إمامه. فهو يقول يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. هاي أمنية، والأمنية الله سبحانه وتعالى يطي البشر على قد نيته، لأن أكو ناس وايا شيوخ وناس يعني صح راحوا على صفحة عن طريق الحسين سلام الله، ما ناصره يراد اللي هي توفيق من الله سبحانه وتعالى، فيها مجرد ما أمنية يعني، بس نتمنى من الله سبحانه وتعالى يثبتنا على دين الحسين سلام الله. وشوف يضلوا عمه شوما يا جابر خاف عليك من شدة فكري، حريت بامري علي لي وجار حضايدني.